السلام عليكم، معكم ام نور من قناه ينسون وكراويه. وصفتنا النهارده هي بودره الهوت شوكليت، اللي الهوت شوكليت بيتعمل بيها كشري مش مغلي على النار وبميه فقط مش لبن. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك للفيديو. اول حاجه هنقول المقادير: نص كوبايه سكر بودره او حسب الرغبه، ممكن تزوده وممكن تقلله، بس انا بعمل نص كوبايه بس، ولو عايزه ازود بعد كده سكر بزود. كوبايه كاكاو، الكاكاو ده للشرب يعني مضاف عليه سكر. نوع الكاكاو اللي انا بستخدمه هو ده، نوع حلو جدا كوكس، وفي منه اللي هو الكيس بتاعه لونه بني غامق برضو حلو جدا. وكمان كوبايه لبن بودره، يعني اللبن نفس مقاس الكاكاو، وده ممكن يكون نفس المقاس او نص الكوبايه بس، وبعد كده تضيفوا سكر زي ما انتوا عايزين حسب الرغبه، وقطعه شوكولاته اي كميه. ده انا ببشرها وبقطعها قطع صغيره، وكيس فانيليا، وده كمان حسب الرغبه، لان اساسا تقريبا كل الكاكاو عليه فانيليا، وكمان اللبن البودره عليه فانيليا. الاول حاجه هبشر الشوكولاته، بعد كده هفضي الشوكولاته المبشوره في البطرمان الازاز، ويفضل البطرمان يكون مغسول بميه مغليه وناشف تماما من الميه. ونضيف كمان السكر البودره، وكمان الكاكاو، وكمان نضيف اللبن البودره. شايفين الكميه كبيره ازاي، والمكونات كلها بسيطه جدا وغير مكلفه خالص. طبعا مش هينفع نقلب المكونات دي مع بعضها في البطرمان عشان المكونات كتيره جدا، عشان كده هنجيب علبه نفضيها، هنضيف عليها كيس الفانيليا. لو احنا عايزين نعملها كشري بنعملها كده زي ما هي، يعني ايه، بنضيف عليها ميه مغليه على طول. لو عايزين نعملها على النار بميه برضو، ممكن نضيف على دي معلقه واحده نشا كبيره، يعني بتديها كثافه شويه، بس عشان انا بعملها كشري انا بعملها كده من غير نشا، لان مش ما ينفعش ان انا اضيف نشا واضيف عليها ميه سخنه بتكلكع وما بتتخلطش كويس مع الميه، وبتكون زي كور كده وما بتكونش حلوه. هقلب المكونات دي كويس مع بعض، بعد كده هفضيها في البطرمان. شايفين الكميه كبيره ازاي، مكونات بسيطه جدا، تطو كويس جدا. بعد كده عبوه في البطرمان. لو عايزين تعملوه على النار ممكن تضيفوا مثلا على الكميه اللي هتعملوها نص معلقه نشا صغيره، ولو هتعملوه مغلي على النار. لو هتعملوه كشري اعملوه كده زي ما هو، ضيفوا على كل كوبايه معلقتين صغيرين وقلبوهم كويس وبس كده. ونغطيه بقى كويس. دلوقتي هنعمله، هنضيف في كل فنجان او في كل كوبايه معلقتين صغيرين، ونضيف عليهم المية المغلية. طبعا ده قوامه بيكون خفيف شوية عن الهوت شوكليت اللي نعرفه، بس ما بيكونش خفيف قوي، لاننا الشوكولاتة اللي بشرناها عليه بتديه كثافة شوية. ولو عايزينه تقيل شوية زي ما قلتلكو بنضيف على الكمية اللي هنعملها، يعني لو هنعمل كوبايتين بنضيف عليهم نص معلقة نشا او ربع معلقة نشا، وده طبعا بيتغلي على النار. يعني بنقلب الهوت شوكليت مع النشا في مية وهي باردة، وبعد كده نغليها على النار طبعا بدون لبن لأننا ضايفين لبن بودرة. والسلام عليكم.